السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد بيستغرب لما بيلاقي الشركات طالبة برومت انجينير، واحد يكتب للذكاء الصناعي جمل وبعد كده يتلقى الرد من الذكاء الصناعي. طب ما تكتبها انت. لا، الموضوع مش بالسهولة ديت. البرومت انجينير بيطلع فايدة عظيمة جدا من الذكاء الصناعي، سواء لو بتكلم عن شات جي بي تي او ميدجورني وامثاله اللي بيحول تكست لصور، بيطلع نتيجة مختلفة تماما عن احنا بنعملها. كان عندك عزكم الله شوية طين وفي ناس بتلعب فيها وفي واحد بيعمل منها تحف فنية، فده الأصل. طيب ايه الفكرة؟ تعال نشوف شوية أفكار. تمام، أولا اللي أنت شايفه مختلف شوية، ده مجرد أداة مستطابة اسمها AI BRM. احنا ممكن المحاضرة كلها أو الفيديو كله نتكلم فيه من غير ما ناخد الأداة دي، لكن الأداة دي مفيدة الصراحة. تمام، انا مش مستطاب عشان الفيديو، لا ده انا عم بشتغل بقى كتير. هي عبارة عن ايه؟ ان في حاجات مثلا جاهزة، تقول مثلا ايه، انا عايز سكريبت كرياتور لليوتيوب، وفيها انت عايز اللغة ايه، فاوتوماتيك ايا كان السؤال هو يجاوب بالعربي. التون بتاعتك، تمام، الرايتنج ستايل، ولو انت خليتها ابجريد بتحصل على نتائج مذهلة. ممكن تقول له انا مثلا عايز تكتب لي مقاله مثلا علميه، او عايزك تكتب لي كتاب كامل، او عايز تكتب لي كذا. مجرد بس ان انت تدي له المواضيع، وليكن مثلا يوتيوب سكريبت كرييتور. اهو ده بيعادل ايه لو انا ما عنديش الاداه دي، ان انا اقول له انا عايز سكريبت لفيديو يوتيوب. طيب هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن مصر ام الدنيا. تمام، طيب هو كتب لك مثلا كده. تمام، انت ممكن تقول له بقى ايه لما يخلص، تقول له كونتينيو، او تقول له انا عايزه بالعربي. هو المفروض انها بالعربي، لكن هو مثلا ايه بدا يكتب. هنتعلم شويه حيل بتخلي الشات جي بي تي يشتغل معاك بشكل افضل. طيب ممكن تقول له لو سمحت بالعربي. يبدأ ان هو يكتب لك السكريبت اللي انت مفروض ان انت تقراه، او تاخده كوبي بيست على اي موقع من المواقع اللي اتكلمنا فيها اللي بتحول الكتابة لصوت. طيب هو شغال عمال يقولها بالعربي. طيب عايزين شوية حيل. اول حيلة، انت ممكن تقول له اعتبر نفسك رجل تاريخ. ليه؟ يتكلم في التاريخ بس. تمام، ما تنساش ان السؤال ممكن هو مش عارف انت مين، فلازم تعرف نفسك، ولازم تقول له انا عايزك تتكلم في تخصص ايه. تمام، فالاجابه تختلف تماما لو انا بدات وقلت له مثلا انا طالب في كليه اثار واريد منك ان تكتب مقال عن كأنك متخصص في الآثار. خلاص هو بقى مش هيتكلم على الأدوية، ولا يتكلم عن آثار الحكيم، ولا انت خصصت له الإجابة تبقى عاملة ازاي. تمام، من ضمن الحيل برضو ان انت لو انت نقلت على موضوع مختلف، يعني كنت بتتكلم معاه مثلا في العمارة، ودلوقتي بقى عايز تتكلم في الحلويات مثلا، فتقول له انسى كل اللي قلناه قبل كده ويلا نبدأ مع بعض صفحة جديدة. دي فعلا من ضمن البرومت القوية، لو انت بتتكلم في موضوع مختلف عن الموضوعات اللي قبل كده، بحيث انهم بيطرش بعض. يعني فاكر لما قلت له بالعربي راح واخد نفس المقالة اللي فوق ترجمة بالعربي، فهو لحد ما عنده ذاكرة معينة بيحتفظ بكتير من الحاجات. يعني محتفظ لما بكلمه، فمن ضمن الحاجات اللي بيرجع ليها المحادثات السابقه اللي بينه وبينه، تلاقي هنا دي كده هو بيحتفظ بقى لحد ما. حتى من دي خاصيه ان انت تعمل اكسبورت تشات، فمن ضمن الحاجات ان انت لازم كل شويه تقول له كمل، او تقول له مثلا غير الموضوع، انسى الحديث السابق، هنبدا صفحه كده مع بعض.
تمام. طيب حتى لو انا ما عنديش الاداه دي ممكن تكتب بس ايه برجاء الاكمال كمل المقاله بتاعتك. الميزه ان هو مش زي البرمجه يقول لك لا انت مش كاتبها بالنص او انت سامي سيمي كولن او انت ناسي حرف معين، لا هو اي صيغه تكتبها حتى لو كتبتها بالعاميه تمام اعزكم الله فهتلاقي برضو بكمل معاك. ممكن كمان تديله مثال، يعني تخيل مثلا انت عايزه يعمل لك اعلان عن العربيه، فممكن تقول له بدل ما تقول له اعمل لي اعلان عن العربيه وتسكت، لا طب ما انت عارف شكل العربيه، اديله بعض المعلومات عن العربيه، اديله امثله من حاجات تانية، اديله ولما يجيبك مقاله تطلع غلط قول له بقى ايه لا انا عايزها على شكل فقرات، انا عايزها على شكل نقاط، على الإجابة السابقة شكل نقاط أو بعناوين فرعية. تمام، كأنك عندك يعني صديق أو سكرتير أو حد بيساعدك، فما تكسفش إن أنت تطلب منه حاجة زي كده، بدأ يبنيلك عليه نقاط، فأنت بتحصل على فايدة أعلى من الفوائد العادية اللي الناس بتحصل عليها بمجرد ايه، بمجرد ان انت تقدر تتعاون مع الشات جي بي تي وتعتبره ان هو صديق ليك، وتقدر تستعين بيه في ان هو يكتب لك مقالات، تستعين بيه ان هو يكتب لك افكار، ممكن تقول له اريد افكار لحياة صحية، اعطيني افكار انك دكتور تمام. وافضل برضو ان انت تقول له انا عندي كام سنة، انا عندي مشكلة في كذا، عندي مشكلة في كذا، هيديك حاجة مخصصة ليك مع العلم، ما تعتمدش عليه 100%، ما تلغيش الدكتور، ما تلغيش المحامي، ما تلغيش المهندس، ما تلغيش اللي حواليك، هو الافضل ان انت تروح للدكتور وهو ممكن يستخدم شات جي بي تي في ان هو يديك افضل اجابة.